الحسين من هذيك وش تقول عنها؟ إذا هاي ناقة النبي تعطي مسجد قباء هذا الفضل وهذه المنزلة، فكيف بتربة كربلاء اللي بقي عليها جسد الحسين 3 أيام، دماء الحسين تنزف على ترابها مع دماء أصحابه، لأن ما حد درى عن القضية إلا نسوان. يوم ثالث جاءوا يملؤون الأواني والقرب بالماء، وصلوا إلى شاطئ الفرات، وإذا بهن يرين جسد ملقى على شاطئ العلقم. نظرنا إليه وإذا بهم واحد عادي يبدو عليه قائد زعيم جيش، هذا اللواء إلى جانبه مخرق، القربة ممزقة بالسهام. نظرنا إليه وإذا به مقطوع الكفين، لطمن النسوة صدورهن تصارخن وفجعة. انحدرنا ناحية المعركة وإذا لاحت لهن الأجساد على البوغة، أجساد شباب أكو، أجساد شيوخ كبار في السن، وأكو أجساد أطفال صغار، هذا على يمينه وذاك على شماله، وهذا مكبوب على حر وجه، أج صاير هنا دماء وأشلاب. معركة قائمة، أخذنا النسوة يتخطين الأجساد بعد جسدا بعد جسد، ولم يكن لهن هم إلا الوصول إلى ذلك الجسد الذي تظلله الطير بأجنحتها. شبكت أجنحتها وقامت تظلل عليه عن حرارة الشمس. أسفي عليك أبو علي. وصلنا إليه وإذا الأحوال شنعة، جسد لكن بلا رأس، مهشم الأعضاء، مفصل، مطحون الصدر بحوافر خيل، على صدره طفل منخمد الأنفاس. المصيبة أن حتى الرضيع محزوز رأسه، واحدة من الأسديات ما تمالكت نفسها، أخذتها عاطفة الأمومة، انحنت على ذلك الرضيع، مدت يديها لترفعه من على صدر أبيه، وإذا بالصوت من المنحر الشريف، أسدية أسدية دعي رضيعي على صدري. سحبنا أياديهن، رجعنا مهرولات إلى رجالهن، رمينا المقانع في صدور رجال بني أسد، قلت شيمكم والحمية يا أم سلمي، وين الذي ينهض إوارها المطاعي؟ جيبوا العمايم، جيبوها، اخذوا مقانعنا وتخفوا خلف الستون، واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبور، ندفن هالاجساد الذي بالمعركة نور، مثل البدور على الثرى كلهم مزهرين. أحسن. إيش عندكم يا نسوة ما الخبر؟ قالوا رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، شفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة، أوصالك الهم قطع وتسطع أنوارا، مقطوع حتى خنصر من جف ليمي،
عريان مرمي على الثرى يا ويلي مسلوب مطعون بضلاعه وقلبه بسهم مصيوب قلب العدو من شوفته ينفت ويذوب يما رضيعه ونظن هذه جثه حسين شفنا شباب 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 يا ويلي شفنا شباب على الثرى جفافة خضيبة الريس لكن زفت الذبحة قريبة الله يعين الفقد توراحة غريبة ما ظنت بين العرس والذبح يوم وفتت مرايرنا بطل يم الشريعة مصروع لكن ذبحته والله فجيعة حتى من الزندين شفينا قطيعة صاحب علم جنة وسلالتها شميع من شاف تتلوح الفراسة وشدة الباس زنودة بلي جفوف والجثة بلا راس هاه ونظن عليه الفارس المشهور عباس قطعوا على جود العدى شماله وليمي تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد يا الله